خلي بالك بس في انزايم بيرجع الهايبو زنسين للإينوزين مونوفسفير. الإنزيم ده لو حصل فيه بلوك أو ما اشتغلش هيحصل إيه؟ excessive production of uric acid اللي إحنا هنسميه تحت أهو ليشنيهان سندروم. لو جينا شفنا إيه أسباب بقى الهايبر يوريسيميا هتلاقي نمرة واحد في اللي هو excessive production اللي هو بيبقى idiopathic ده البرايمر idiopathic أو excessive production نتيجة enzymatic defect اللي هو مين؟ اللي هو ليشنيهان سندروم. واشتهر ليشنيهان سندروم بإيه؟ اشتهر بإنه مشهور بيه mental retardation وسيلف ميوتيليشن. يعني ايه سيلف ميوتيليشن؟ يعني المريض بيحب يشوه نفسه ويقعد يعور في نفسه، المينتاليتي مش مظبوطه. واخيرا برضو بيعمل معاه زي كوريك او ايه انفولنتري موفمنت. في بقى كمان سبب تاني اللي هو الاندر اكسكريشن اوف يوريك اسيد من الكيدني، بس ده خلي بالكوا ده under excretion of uric acid من الكيدني بسبب حاجة غير مفهومة. يعني الكيدني function normal، إنما secondary hyperuricemia بقى هتلاقيه لإما excessive production برضو أو لإما under secretion. ال excessive production هنا اللي هو الميلوبروليفراتيف ديزيز او الليمفو بروليفراتيف ديزيز زي الليوكيميا والليمفوما والحاجات دي، وفي اللي هو اندر اكسكريشن زي حالات الكرونيك رينال فيليور. لو جينا بقى بصينا على ايه هو الباثوجينيسيس بتاعه الجوه، ان اليوريك اسيد اول ما بيترسب على المفاصل الماكروفاج بتاكل اليوريك اسيد وتروح مطلعه هي بعض الانزيمز والانفلاماتوري ميدياتور. تعال نشوف بقى ايه هي الكلينيكال بيكتشر. اول حاجه اسيمتوماتيك هايبر ريسيم، تمام. اتنين يبقى دي مش هتتجاب الا بروتين انفستيجيشن. الثانيه ودي مهمه قوي اكيوت جاوتي ارثرايتس. بيقولوا بقى الاكيوت جاوتي ارثرايتس مشهوره انها بتيجي في البيك تو يسموها البوداجرا، وتلاقي الفوت بقى سوولن وريد وهوت، وساعات بتبقى زي ما يكون شبه السيلولايتس. طبعا ممكن الاكيوت جاوتي ارثرايتس تيجي في الني، ممكن تيجي في الانكل، في اي مكان، ولكنها هي كومن هنا في البيكتو. ومن ضمن البريسيبيتيتنج فاكتور ليها اللي هو التروما، اكل اللحوم، الكحول، واخد بالك انت ازاي، و ممكن ممكن لو عمل اكسرسايز او حاجه فعلا، بس مهم قوي محدش يعرف. والتروما ليه وايه كمان السايزايد. السايزايد مهم قوي من الحاجات اللي ايه المشهوره. ده الاكيوت جاوتي ارثرايتس. في بقى اللي هو الكرونيك بنسميه كرونيك توفيشيس جاوت، بيبقى العين عنده كرونيك ارثروباسي وعامل ديفورميتي، وبعدين بيبقى عندهم كمان اللي هو الجاوتي توفاي. التوفاي دي بتترسب فين؟ على بيري ارتيكولر، وممكن على الاير بينا كده، وممكن كمان مشهوره جدا عند الالبو. عند الالبو دي مهمه قوي. في بقى كمان في الكرونيك جاوت ان ممكن يحصل للعيان جاوتي نفروباسي، والجاوتي نفروباسي ده هيعمل ايه؟ خلي بالك اولاد، الجاوتي نفروباسي ده عباره عن كرونيك انترستيشيال ديزيز بيؤدي الى كرونيك رينال فيليرز. دي نقطه مهمه. هنيجي بقى بعد كده الرينال جاوت بقى. انتوا قولوا لي بقى هي الهايبريوسيميا بتعمل ايه في المفاصل؟ الهايبريوسيميا هي بتعمل ايه في المفاصل؟ واحد، هي بتعمل
رينا لسكون. اثنين اكس رينا لسكون. اثنين بتعمل اكيوت جاوتي نيفروباسي. اكيوت جاوتي نيفروباسي ده اللي هو بيسموه وده مهم جدا اللي هو نتيجة تيومر لايز سندروم. الناس اللي هما بياخدوا كيموثيرابي بتلاقي اليوريك اسيد بيطلع بعنف مع اللايسز بتاع المالينجنت سيلز فيروح عامل اكيوت رينال فيليير. وفي بقى الكرونيك جاوتي نيفروباسي اللي هو تيوبلو انترستيشيال اللي هو يعمل كرونيك كيدني ديزيز. لو جينا عملنا انفستيجيشن هتلاقي طبعا بقى اليوريك اسيد عالي. خلي بالكم ان ممكن اليوريك اسيد ما يعلاش. ويبقى هنا التشخيص بقى ازاي؟ ان احنا نسحب سينوفيال فلويد من المفصل ونقيس ونسحب سينوفيال فلويد من المفصل ونشوف البولارايزد مايكروسكوب هيشوف الكريستالز اللي موجوده في السينوفيال فلويد. برضه من الحاجات المهمه طبعا ساعه الجاوتي ارثرايتس طبعا بيبان اكيوت جاوتي ارثرايتس بقى فيه ليكوسايتوز والسعر عالي والكلام ده كله. وخلي بالكم من الحاجات المشهوره جدا اللي هي الاكس راي بيبان ايروجن في الارتيكولار. باختصار شديد طب الجاوت ده انا هعالجه ازاي؟ لو هو اسيمتوماتيك اتس بيتر برضه دلوقتي بقوا يقولوا ايه؟ اتس بيتر دلوقتي ان انت تدي هايبروسيميك. كان زمان بقى بيحطوا كرايتيريا يقول لك لازم اليوريك اسيد يعدي 11 ولازم اليوريك اسيد مش عارف يبقى الاكسكريشن بتاعه في اليورين كتير. يعني هو اتس بيتر تدي هايبروسيميك دراج ونديهوله. الاكيوت جاوتي ارثرايتس بنعالجه ازاي؟ لازم انالجيسك في الاول. مين الانالجيسكس دول؟ كولشيسين نان استرويدال وممكن كورتيكوستيرويد. طب مين اوف تشويس دلوقتي؟ نان استرويدال يعني هي الموست بوتر. بس بينه وبينك الواحد ما بيحبش ليه انا ادي نان استرويدال ولا تدي حاجه يا عم؟ هو الراجل ده ممكن تبقى الكيدني بتاعته تعبانه اصلا وادي نان استرويدال. انا ادي كولشيسين. كولشيسين حلو ما هو سيليبريكس ده بنيجي بقى نروح داخلين مدين مين بقى لو هو كورونيك جاوت هدي هايبو يوريسيميك دراج ومعاه ايه؟ ومعاه اللي هو صوديوم اللي هو الفوار ده اللي اسمه صوديوم ستريت. طبعا الهايبو يوريسيميك دراج ده اللي هو مين؟ الوبيرونول. الوبيرونول ده اللي هو الدواء القديم. في دواء جديد اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ اللي هو الاسم التجاري قلت لكم عليه اسمه ايه؟ مكتوب اسمه التجاري اندروستات او فيبيوريك مش كده؟ او فيبيوريك. الدواء ده مستو ايه؟ مستو ما هو ما بيعملش الرجي قوي زي التاني. اما الجاوتي بقى نيفروباسي معروف عنه ان هو يا اولاد ان هو لازم ندي هايبويوسيميك دراج ولازم ندي الكالاين الكالانيزيشن اوف يورين. تعالوا بقى نشوف لنا كام واحده كده بقى عشان نقوم يلا خد لنا مسالتين جوت كده ماشي. بص يا سيدي ديسمبر 2000 مش كده برضو ديسمبر 2012 لا مش دي انا اسف اول اثنين انا اسف اللي هي سنه كام يا ولد؟ كام؟ لا 2016 مش عندي انا. لا طب خليها معاكي بس انا هقول لك اهو. طب هاتي طب كده ما انت هتقرا 2000 هاتي قلم بقى 2016 في بروبلم ده لسه جاي يعني السنه اللي فاتت 63 سنه ميل جاي بريزنتد باكيوت بينفول
right to following eating large amount of red meat. On examination, the toe is swollen, erysematous, red, shiny, and extremely tender to touch. على فكرة فعلا بيبقى التاتش نفسه ما يستحملوش، حتى لو حطيت عليه غطا ما يستحملش الغطا، حتى البلانكت نفسه. البيشنت از كرنتلي تيكينج سايازايد اتينولول كابتوبريل لودوز اسبرين. خلي بالك يا اولاد ان السايازايد بيعلي اليوريك اسيد، لودوز اسبرين بتعلي برضه اليوريك اسيد، عشان تبقوا عارفين. وات از ذا موست لايكلي؟ هنقول ايه؟ جاوت. وهتقول جاوت، جاوتي اكيوت جاوتي ارثرايتس. وهتكتب ليه؟ اكتب ان هو طبعا بقى ده البكتو، وبعدين المريض كمان قصه الريد ميت، وبعدين قصه السايازايد، وبعدين قصه لو دوز اسبرين. كل دي حاجات بتقول لي ان ده فعلا هو في ستون. قالها يعني ممكن، بس مش معناها ستون برضه، الله يعلم. وات از ذا ديفرنشال دياجنوز اوف مونو ارثرايتس؟ هتلاقيها بقى مكتوب عندك في المذكره من ورا. ممكن نقول جاوت، جاوت سودو جاوت، ايوه سيبتك ارثرايتس. ايه تاني؟ لا مونو ارثرايتس. ايه؟ لا 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 ما انتوا، لا هاتوا اللي انا كاتبه في المذاكره عشان تعرفوا مكانها. ما في حاجه بس طلعوا صفحه كام؟ قولي كده كله. تي بي، ممكن تي بي وسيبتك ارثرايتس وجاوت وسودو جاوت. انا دول اللي يهموني الحقيقه. في حاجه ثانيه؟ ما فيش. لا ممكن نقول مثلا هيموفيليا بتبقى، لا بتبقى هيمو ارثروزز رازر ذان ارثرايتس، مش مشكله. روماتويد دي بقى تقول ايه؟ ان سام كيسز اوف روماتويد في الايرلي فيس ساعات بتبدا بمفصل واحد بس، لا داعي نكتبها. وات از انفستيجيشن؟ خلاص سهله. وات ار، طبعا بقى الانفستيجيشن تكتب بقى اليوريك اسيد، وتكتب بقى الساينوفيال فلويد، وبعدين تروح كاتب الاكس راي، ويا ريت تعمل لو جدع بقى كمان سيرم كرياتينين والحاجات دي، ويا ريت تكتب كمان ابدومينال سونار حتى كان لو مش مكتوب عشان الستونز. What are the other system could be affected by and how to diagnose؟ ايه الاذر سيستم بقى؟ اللي هو الكيدني، اللي هو الجوتي نيفروباثي، وايه كمان؟ ما هي خاص بقى جوتي نيفروباثي، واعمل نقط وهنكتب برضه الجوتي وفار. هتيجي في السبكيتينيس تيشو، وهتيجي فين كمان؟ في على فكره بقى بيقولوا ان الجوت ده بيعمل، بيخلي الـ يعني ان الجوت في اسوسيشن بينه وبين، عشان تبقوا عارفين، كوروناري. بس كام ده مش ليكوا كوروناري هارت ديزيز والميتابوليك سندروم. يعني على فكره الهايبروسيميا دي بقت فيها مشاكل كتير. What are the principal therapy؟ Do you need to change any of the patient medication؟ طبعا انا عايز اشيل مين؟ يبقى هنشيل السايازايد واللو دوز، بس هو اللو دوز اسبرين دي ممكن نسيبها. يعني لو دوز اسبرين تكتب اف بوسيبل، لان انا كفايه قوي اشيل السايازايد. وانا لو انا شلت لو دوز اسبرين يبقى ادي بداله مثلا حاجه زي البلافكس،
محدود if possible، بس انا يهمني السايزايد. وبعدين اكتب بقى العلاج الاكيوت اتاك اللي هو، وبعدين in between الاكيوت هدي بقى الكولشيسين والنون استرويدال، اما in between بقى هندي اللي هو الو بيورونول او الدواء التاني اللي هو ايه في بوكسز ليه. if define مايلو بروليفرات، بص بقى داخل في حاجة تانية خالص، define مايلو بروليفرات disorder and mention names of diseases related to this title. What about uric acid level في هذه البتاع؟ يعني ايه ده؟ ايه؟ اه ما هي دي كده. فانت تقول له المايلو بروليفراتيف دي مجموعة من البومر والديزيز بتبقى كاركترايزد بي بان اي بان هايبر سيلولاريتي اوف بومر اوف بومر، وتذكرهم بقى اللي هم مين بقى، البولي سايسيميا روبرافيرا كرونيك مايلويد الكيمياء، والناس دول اليوريك اسيد بيبقى هاي ويرتفع ارتفاع شديد مع التيومر لايسيس. تيومر لايسيس سندروم ده بيبقى فيري هاي. تمام اتفضل يا دكتور. في اظن كام واحده كده، في كمان واحده جاوت ورا كل استاذ كان مختلفة عنها ولا فيها ايه؟ ايه؟ نفسها طب خلاص 2015 زي. لا في كام واحدة كده انا لامحهم دلوقتي لسه معدين قدامي. سبتمبر 2013 والله 2013. طب ناخدها ونمشي بقى فين دي. ايوه سبتمبر 2013. طيب نفس الفكره بقى. نيل بيشن 58 سنه عنده هايبرتنشن اون ريجولر ميديكيشن فور لاست 10 ييرز بيكوز اوف ريكرنت هيديك. Asked medical advice 2 months ago. His treating physician بدأ يطلب investigation apart from which were normal apart from mild elevated serum creatinine urea. He started regularly in labrin, cyazide, low dose aspirin. He presented to you severe pain, swelling affecting his right big toe. There was no fever ولا مش عارف. What's your provisional diagnosis؟ فانا اقول ده شكله ايه؟ acute gouty arthritis. بس هقول ليه؟ لانه اثر على البيك تو والى اخره، وفي تو precipitating factor ان هو لما خد السيازايد وخد اللودوز اسبرين ده بيعمل هايبر يوريسيميا بيؤدي الى القصة. What's your differential diagnosis؟ It must be differentiated from other causes of monoarthropathy. يبقى جاوت وسودو جاوت وإلى آخره. بس خلي بالك بقى، في مرة هنا بس مش عارف دي ولا إيه، كان العين ضيابته. فعلى فكرة الجاوت بالذات لازم تحط السيلولايزد differential diagnosis، لأن الجاوت من مواصفاته مشهورة ان هو بيعمل ريدنس جامدة قوي في المفاصل. What are the needed investigation؟ خلاص لايف ستايل مش عارف ايه. What life style changes needed in this patient؟ يعني طبعا هو لازم يعمل، هو مش مكتوب وزنه الحقيقة، فاحنا بس هنقول اللايف ستايل هنا اللي هو الاكل. فانتوا الاكل هنا بس طبعا خلي بالكوا لازم تدي هند. الهند اولا هو لو عنده، لو هو البودي ويت زياده هنعمل لازم بودي ويت
ويت ريدكشن، ولازم نبعد عن الخمور. وبعدين هتلاقي مكتوب عندك ان هو بنحب ندي اللحم بتاع الطيور غير الريد ميت، بنقلل من الليفر، بنقلل من السارقين، بنقلل. هتلاقي كلام ده مكتوب في الجود نفسه، بس بشرط تخلي بالك ان الرول اوف دايت مش كبير. يعني ايه الرول اوف دايت؟ يمثل 10-20% والباقي يعني بيبقى والله يعني ما اعتقدش، مش عارف يعني. What are medication you suggest for this patient؟ خلاص بقى ما احنا نقول. What are expected complication؟ الكومبليكيشن بقى ايه؟ كرونيك ارثروباسي، واخد بالك انت ازاي؟ رينال ستون، وكرونيك كيدني ديزيز اللي هو اسمه ايه؟ جاوتي ارثرايتس. جاوتي ارثرايتس، جاوتي كرونيك جاوتي نفروباسي. خلاص ما الدماغ تعبت يعني، يلا قوموا بقى كفايه. يبقى احنا لقائنا بكره اجازه يوم الاثنين، قلنا يوم الاثنين يوم الكراسي الساعه 12، وبكره ايه؟ الساعه 12 هنكمل، هنكمل حبه كده صغيرين وتخش عليه. ما تقولش ماشي يا اولاد. طب ما احنا 12 هنا، هو يخلص كام؟ 12 يعني 12، مش هو بيخلص كام؟ بيخلص 12. طب خلصوا وتعالوا. السلام عليكم.